برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة. اليوم نتحدث مولانا عن فضيلة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمة الله عليه. بداية، هل كونه أنه ألف في البلاغة وفي الأدب وفي النحو وفي الطب وفي الكيمياء يعني أنه عالم موسوعي متنوع الروافد العلمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ عبد الوهاب الشعراني انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 973 هجري، و973 ده يعني هو شاهد دخول العثمانية مصر، لأن العثمانية دخلوا 925، يعني قبليها بنحو 50 سنة، 48 سنة. الشيخ الشعراني ولد وعاش يتيما من الأم، ونزل أبوه به إلى مصر سنة 11، فأدرك السيوطي، راحوا زاروا السيوطي في بيتي، وكان بيتي في منيا للروضة السيوطي. وكان السيوطي في آخر حياته يعني إيه زهد الناس وجلس في البيت بعد كل هذا الأداء الماتع الذي قدمه لمصر وللإسلام وللمسلمين وللعالم. فهذه كانت إشارة ربانية إن الراجل ده هيطلع موسوعي زي الراجل ده لأنه هو زار الإمام السيوطي وشافه مرة واحدة في يوم عيد، كان يوم عيد، ويعني إذا كانش كل كحك بقى من السيوطي ولا كذا، وأجازه السيوطي وهو صغير كده، كان الإجازة دي للتبرك. وكان فنشأ الشيخ الشعراني وهو في هذا الجو العلمي الموسوعي، لأن السيوطي كان موسوعيا، هو التاني اللي هم متعلق قلبه بيه، وتعلق قلبه بشخص موسوعي تاني اسمه محي الدين بن العربي. ومحي الدين بن العربي ده سموه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر نادر، الأزرق منه كتير، لكن الأحمر نادر الوجود. فكلمة والكبريت الأحمر يعني دي حاجة نادرة، فريد من نوع، فريد من نوع. محي الدين بن العربي هو إن صح التعبير مفتاح المشروع الحضاري التجديدي بتاع عبد الوهاب الشعراني. محي الدين بن العربي، علشان نفهم هذا المفتاح نجد أنه اطلع على كل فلسفات العالم ومذاهبها الأخلاقية وديانتها ودرسها وهضمها وبحث فيها عن النور الذي يمكن أن يكون مشتركا بيننا وبينها، وأخذ هذا النور المشترك لخطاب العالمين، عايز يخاطب العالمين، يبقى ده نسق مفتوح مش مغلق. كون ان هو يطلع على كل هذا، كون ان هو يبحث عن المشترك، كون ان هو يبدأ في الحوار مع هذا التنوع من خلال هذا المشترك، هذا كان مشروع محي الدين بن العربي. هو مشروع عبد الوهاب الشعراني، لأن عبد الوهاب الشعراني غارق في كتب محي الدين بن العربي، فهمها، استوعبها، ولخصها، ونشرها، وزاد عليها، ونقح فيها، وخطى بها خطوة إلى الأمام. ابن العربي كان مفكرا أكثر من أنه كان عاملا، فأضاف الشعراني العمل إلى هذا الفكر، فأصبح هناك
آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الفكر والعمل معا عند الإمام الشعراني.